اللي اختلف بقى كمان الدراما. يعني احنا زمان لو هنتكلم بقى في التسعينيات احنا كنا كلنا كده في مصر تحديدا هتكلم هي مسلسلات معروفه، فوازير معينه، طبعا. اعلانات طبعا. معينه، كل المصريين كانوا بيتابعوا ويتفرجوا، يمكن الجيران كانوا بيتلموا في بيت واحد ويتفرجوا. دلوقتي الموضوع وسع جدا، ويمكن ده مش حاجه وحشه، بس الموضوع وسع جدا. يا فندم في كم مسلسل دلوقتي؟ نعم ده لا في بتاع 20 مثلا، 20 مثلا، هو اكتر من كده بكتير، بس 20 مثلا، ومن كام سنه كان في 70 مثلا. تمام عادي جدا. يعني انا ليا مثلا مسلسلين مين، وليا ضيف شرف في اكتر مسلسل. انا مع حضراتكم دلوقتي وممكن يكون مسلسل بيتذاع ليا، انا كان ينفع اجيلكم ولا الحلميه بتتذاع؟ صح صح، نقطة حلوة جدا. كان في حد في الشارع ولا الحلميه بتتذاع؟ لا طبعا. كان في حد في الشارع وشاد والدموع بتتذاع؟ المال والبنون الحاجات. كان في حد في الشارع؟ انا مره كنت لسه بحكي ده في برنامج، كنت بفطر عند واحد صاحبي في التسعينات، وبعدين ضرسي وجعني قوي، فنزلت جري عشان اخد تاكسي، لان انا ما اعرفش دكاتره الاسنان غير لدكتور جنبي في الزمالك هروح له. الم مبرح، ما كنتش قادر استحمل ان انا قاعد هصرخ يعني، ربنا يكفيك شر الم الضرس لما طبعا يعني. فهتجنن ومش عارف ايه. نزلت والله يا استاذ كريم ما الاقي تاكسي، مش ما الاقي بني ادم في الشارع، ما الاقي تاكسي لكون ليالي الحلميه بتذاع. طبعا الزمن ده كان جميل في كل واحد مسلسل واحد وكله قيم حلوه وكله معاني نبيله وبيشكل وجدان الاجيال حتى الاصغر سنا اللي بتتفرج عليه. ده ما يمنعش ان في مسلسلات حلوه قوي دلوقتي بتتعرض وكل الكلام ده هي طعم زمان. بالزبط. الفكره في طعم الامور بالزبط. عموما زمان بالزبط.